تلقت دورة تاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من هناك جاكلين ماهر مراسلة أكشن نيوز لتضعنا في الصورة أكثر. إليك جاكلين. تحياتي لك فيروز، يعني ربما أستطيع أنقل لك الأجواء من عندي من القلعة، قلعة صلاح الدين الأيوبي، وانطلاق النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والأجواء التفاعلية من عشرات والمئات بل والآلاف أيضا من الجماهير من مختلف الأعمار يحتفلون بانطلاق هذه النسخة التي جاءت بعد يعني توقف عامين من جائحة كورونا وتوقف كافة الفعاليات الفنية والثقافية، ولكن تعود من جديد هذه الفعاليات وتستمر معنا على مدار أسبوع تحت سماء القاهرة حتى 28 من مايو. بنتحدث عن يعني ثقافات مختلفة ومتنوعة يحملها هذا المهرجان وهذه النسخة التاسعة والتي ترفع شعار حوار الطبول من أجل السلام. وبسؤالنا عن لمؤسس المهرجان دكتور انتصار عبد الفتاح عن سبب تسمية هذا الشعار وانطلاق هذا الشعار، فنعلم أن الطبول كانت بتعكس دائما يعني بداية الحروب، ولكن من القاهرة بنعلن أن الطبول الآن هي رمز للسلام وبيجتمع كافة الشعوب الآن لإعلان هذه يعني الرسالة الهامة للعالم أجمع. بنتحدث عن حوالي 43 فرقة مختلفة من دول إفريقية وأسيوية وأوروبية وعربية. ربما ضيف شرف هذه النسخة هي دولة تونس، وأيضا في مشاركة شرفية لدولتي الصين وكوريا الجنوبية، ويعني بنتحدث عن دول لأول مرة بتشارك. ربما أرصد لك على سبيل المثال إسبانيا وأذربيجان وأيضا أندونيسيا واليمن والهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش والمكسيك وجنوب السودان. وربما يعني الرسالة الأبرز هو مشاركة الهند مع بنغلاديش، ونعلم أن هناك يعني خلاف دبلوماسي وسياسي ما بين الدولتين، ولكن الفن يجمعهم الآن تحت مظلة هذا المهرجان الذي ينطلق تحت سماء القاهرة بدءا من اليوم في القلعة. بنتحدث عن أماكن واستهداف لأكبر عدد من الجماهير بيستهدفها المهرجان بدءا من القلعة اليوم، وفي الغد سيعود مجددا المهرجان إلى شارع المعز، ومن ثم إلى يعني قصر الأمير طاز وساحة الهناجر بالقلعة، وأيضا في داخل متحف الطفل بمركز الطفل للحضارة والإبداع للوصول لأكبر عدد من المواطنين. رسالة يعني في رسالتي أود أن أذكر أن المواطنين أشادوا بهذا التنظيم وبهذه الفعالية التي ربما يعني لا تعكس ما يمر به العالم. العالم الآن في حالة عدم الاستقرار، ولكن مصر تستطيع أن تنظم مثل هكذا مهرجانات دولية وفعاليات دولية، وهذا يعكس التنظيم ويعكس الاستقرار داخل الأراضي المصرية. ربما هذه أبرز التفاصيل من داخل القلعة والمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية. الكلمة الآن تعود إليك فيروز. جاكلين ماهر مراسلة أكشن نيوز من القلعة، الصورة لديك يعني ثرية كفاية، شكرا لك.